الحمد لله خلص بإذن الله شويات وراح نستلمه، بعدها بخلص كم مشوار بعدها. الحمد لله خلص الموتر وركبنا القطع، أموره طيبة. في ثلاث مهمات لازم أسويها اليوم. أول شيء تغير الكفرات، لأن الوالد غير كفرات الموتر زين، وطلعت الكفرات الأمامية أكبر من الخلفية، وفيها قصة الزبدة أنه ثقل على الدبل ونزل زيته، لأن لحس الموتر بثقل أو انضغط باختصار ينزل الزيت، لأن إذا ما فيه الخاصية دي ينفجر، خير توصل للانفجار. لكن الحمد لله الله ستر علينا، فبنغير الكفرات زين، وبنودي مغسلة فيها رافعة، بنغسل من الديزل تحت، بعد بنضربها بماء عشان تنزل الترسبات كلها. وطلبنا القطعة هذه، بنركبها إن شاء الله، إن شاء الله أمور زينة، بنمشي 500 كيلو بنرجع لهم يشيكونه. يا با والله إني اشتقت له ما شاء الله. شوفوا الله تبارك الله. ها متى تبغى الطلعة؟ ها قولوا قولوا يلا. والله أنا والوالد جينا بالطرق كلها، نقدر نفصل الدبل ونقدر نسوي ونفعل، بس ليه التلفيق؟ خلاص المتر وكالة خلوه وكالة. فهذا المنظور اللي أنا شفته الصراحة، ولو فيه طرق كثيرة لحل هذا الموضوع. قلت الكلام اللي أنت قلته بالضبط، لكن في وجهة نظر، الديزل ينزل ترسبات كلها، فلازم نزل ترسبات الموتر قبل أسبوع في جهة معينة يعني اشتعل فيها، لازم لابد هذا الشيء، بعدها نضرب بموية وصابون خلاص ويطير الديزل والزمور، لا تنشف الجلد ولا أي حاجة. طيب بما أني تعقدت، لأن الشركة الكفرات اللي قدام مختلفة واللي ورا مختلفة، واللي قدام مقاس وذي مقاس، فأدى الموضوع هذا لخسارة 10,000 ريال في الوكالة. فالآن طقينا لها 4 كفرات جدد مدة 23، بركبها عليه بتزين أموره إن شاء الله. قاعدين يرفعون الموتر الحين. قلبي أنا يا هذا الليل معنا جن، بسم الله الرحمن.